اولا بتشرف النهارده ان انا مجلس اداره التزكيه المرشح الرئاسي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتشرف بهذه التزكيه. يعني لو قلنا ردا للجميل السيد الرئيس على مصر كلها، اقول ان احنا دعما لاستمرار انجازات الحزام في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله هنجنس ثمار الفتره القادمه برغم الصعوبات اللي كلنا بنعترف بيها وكلنا تعايشنا معاها، سواء صعوبات اقتصاديه، صعوبات حتى يمكن بعض المحاولات الخارجيه للتاثير على يعني الاستقرار الدوله المصريه، لكن الحمد لله في ظل هذه الصعوبات انجازات تمت على الارض المصريه في من 2014 الى الان لم تتم من 100 سنه في مصر. بنيه تحتيه، منشات، اعتقد الانجازات اللي تمت في كافه القطاعات مش قطاع واحد بس، انجازات في الله اكبر زي ما بنقول. احنا انا بعتقد ان هذا العمل اللي تم في مصر بمثابه اعجاز مش انجاز. يمكن امبارح والنهارده كنا مع سياده الرئيس في لقاءات، امبارح كنا في يوم التفوق للجامعات، والنهارده في احتفاليه النووي النبوي في وزاره الاوقاف. الرئيس بيتكلم من قلبه، الرئيس بيتحدث عن يعني رؤيته لمستقبل الدوله المصريه، وبينصح الاخرين ان هم يتحروا الصدق والمصداقيه لصالح الدوله المصريه. وده اللي احنا يمكن لمسناه في السيد الرئيس منذ بدايه الترشح من 2014 الان. رجل صادق، رجل شريف، رجل اعطى مصر وكاد ان يضحي بحياته من اجل مستقبل الدوله المصريه. We'll be right back.